النهارده كان ماتش كويس في دور 32، والحمد لله ربنا كرمنا ووفقنا وقدرنا نصعد الدور 16. شايفين ان احنا فريق نستحق نكسب اي حد، وان شاء الله يعني مش هنضيع فرصه من ده ان احنا نكسب بقى البطوله. لعبه كبيره ما شاء الله، يعني كان ماتش بينا في النهائي جامد، ولعبناهم برضو السنه اللي فاتت في المجموعات قبل النهائي. الحمد لله النهارده كسبنا 1-0 في ماتش كان قوي شويه علينا المره دي، بس احب اشكر فريقي ورجالتي معايا من السنه اللي فاتت، الحمد لله احنا اللي خدناها، وباذن الله جايين نكرر ده، وان شاء الله الملعب اللي هيحكم ما بيننا ان شاء الله. التنظيم كويس جدا، وبنشكر الاداره على الحاجه المحترمه اللي احنا شايفينها دي، والملاعب كويسه والتحكيم كويس، وكان بيحكم النهارده كابتن ماده، كابتن محترم. الحمد لله على الفوز النهارده 2-1. الفرقه اللي قدامنا فرقه محترمه جدا ولعبها كويس على الارض، والحمد لله بس احنا ربنا موفقنا الحمد لله، وتوفيق من عند ربنا ان احنا كسبنا النهارده 2-1، وان شاء الله نقدم مستوى احسن في المره اللي جايه، وباذن الله هنكسب البطوله، ومش خايفين من اي حد، والحمد لله يعني واثقين من نفسنا.